موضوع أيوة. الكريمات انت عارف في وسائل التواصل التسويق لها بشكل كبير يعني وباسعار متفاوته، ولكن التسويق يكون للمنتجات الاكثر سعرا. هل يعني النساء يستخدمون الكريمات اللي في هذا يعني في متناول اليد كبديل او الكريمات اللي اسعارها مرتفعه؟ شوف، ليس الدواء المرتفع السعر انه فعال او امن. هذه قاعدة خاطئة. البعض من النساء بالذات يقول لك كل ما غلى السعر كل ما كان فعال أكثر. هذه قاعدة خطأ. بالنسبة للكريمات وكريمات التجميل، عادة هي أغلب شيء كريمات التجميل وكريمات إزالة البقع وكريمات التبييض والأشياء هذه. في منتجات أو في شركات تبيع أسعارها بأسعار مرتفعة جدا. إذا وجد البديل نفس التركيبة أو نفس المفعول يؤدي الغرض، لما لا أنا أخذ البديل الأرخص أوفر الميزانية اللي أدفع مبلغ عالي جدا وأنا لدي بديل آخر آمن وفعال ونفس النتيجة بسعر أرخص. الكثير من السيدات ربما يعني يقتنعن بهذا المبدأ، وفي هنالك لا يقتنعن بأنه البديل الرخيص فعال. لا، الكريمات، لأنه الآن طب الجلدية تطور كثيرا وهناك الكثير من الكريمات لأمراض كثيرة جلدية أو لتحسين البشرة أو التجاعيد وخلافه.